السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أميرات مجاهرة أميرة، أهلا بكم كما العادة. معكم حسين من دلسقار، كان بيعد هاد بالعيات متشكرات ندير توصيل فابور فيما كنت مدام رافس أننا حتى عندك إن شاء الله، حتى بغضة إن شاء الله في انتظار دخول ديكم إن شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى حسيت بشيء البرد، الله يغيثنا الله يجيب لنا الشتاء ويرحمنا يا ربي. وبالنسبة الله يدير اليوم لكم موديلات شي حاجة سبيسيال، شي حاجة خفيفة، شي حاجة لا ماشي شي حاجة خفيفة، شي حاجة ديال الثقيل، شي حاجة ديال السراتي والعماج، شي حاجة ثانية تشوفوا معايا ثاني لايف زوين كما العادة. فوالا بالنسبة للرقم ديال الواتساب، مريم عافاك الرقم ديال الواتساب، بالنسبة للرقم ديال الواتساب ديالنا راه البينغ تحت، باش اللي بغات شي حاجة تواصل معنا سواء في انستغرام ولا فيسبوك ولا في واتساب. السلام عليكم، شحال غرام؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا الغرام حاليا 580 درهم أورفو، في انتظار الدخول ديالكم. وما تنساوش ديروا بارطاج أو ماكس باش اللي ما كيعرفش مجاورة أميرة في مدينة ستارت يتعرف علينا من هاد الليل إن شاء الله ديال اليوم. نبدا لكم بهاد التحفة اللي جبنا، اللي هي هاد ليراتكو البنات كيما كتشوفوا معايا. هاد ليراتكو هادو راه دوفاس، هادا تلبسيها منقوشة وفي نفس الوقت لبسيها سام. هادو راه تبارك الله ما شاء الله جبناهم من واحد الاقبال اللي هو زوين، شي حاجه صح والعمال شي حاجه طوب البنات. هادو راه كاينين جوج موديلات عندي هنايا، عندي هادو الخفاف وعندي هادو الثقال. هادو راه دخلوا البنات، غير حاولوا ديروا السكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم. فوالا بالنسبه لهادو اللي بغات شي حاجه ثقيله، في هادو اللي في كورنيطه ديال راكو ديال العام الاخر كاينين موجودين عندنا، هما هادو على حساب 40 غرام، 36 غرام، 26 غرام. مهم الغرامات اللي بغيتو في هادو ديال الثقال كاينين، الا بغيتو هادو ديال 7000 درهم، 8000 درهم، 9000 درهم، راه حتى هما راه موجودين. وما تنساوش البنات ديروا بارطاج او ماكس ديال اللايف اليوم. فوالا بالنسبه لهاد اللي راكو هما باش بديت لكم اللايف ديال اليوم. شوفوا معايا البنات اللي بغات شي راتكو تواصل معنا. هادو البنات هادو شويه الثمن كاين، ولكن كاين الصحه البنات. هادو راه كنبيعو شي 620، هادو 620 درهم الغرام، ولكن البنات هادو منقوش، هادي فيها خاص منقوش، ما عرفتش غيبان لكم في التصويره هنايا، راه هنا منقوشه. و حتى الا بغيتي تلبسيها سامبل راه ممكن تلبسيها سامبل. هادي راه فيها جوج لبسات البنات، هادي راه تبارك الله ما شاء الله، هادو 620 درهم الغرام، إلا بغيتيهم راه 620 درهم الغرام، ولكن حاجة مزيانة، خليوني من حاجة مزيانة، حاجة غرامة. فوالا، راه حتى في هاد الكبار راه فيه جوج موديلات، فيه المنقوشة وفيه السامبل. فوالا كيما كتشوف هاد، فوالا هادي، هادي السامبل ديالها هي هادي، السامبل ديالها كتجي على هاد الشكل، وبالنسبة للمنقوشة هي هادي. لبستيها هنا سامبل مليتي منها صافي، ما بقيتيش سميتو عجبات لبستيها سامبل، تقلبيها هنايا كل مرة تعبي بها حتى هكا. فوالا بالنسبة للسريتلات هما هادوك، إلا بغيتو أي حاجة على حساب كل وحدة والبيدجي ديالها. كاين عندها مليون بغات ديرها كورميت، راه كاينة، كاينة ديال جوج، كاينة ديال مليون ونص، كاينة ديال 160، 170، كل حاجة والثمن ديالها. والناس اللي كيبغيو تاني السريت اليوم، اللايف ديال اليوم راه فيه غير شي حاجه ثقيله صراحه، ما كاينش شي حاجه خفيفه. فوالا بالنسبه للسريت البنات، شوفوا معايا البنات هاد ثلاثه ديال السريت هاد، ما شاء الله تبارك الرحمن. هادو راه كل وحده والثمن ديالها. شوفوا معايا البنات، هادي راه كاينه هادي فيها بحال الصويريه، فيها الدب سامبل ومنقوش. شوفوا معايا البنات، هادي راه موديل ديالها. فوالا واش عاد بديتي اخي حسين؟ وي يلاه بديتي، يلاه قلت بسم الله. السلام عليكم، ما شاء الله، الله يحفظك اختي مريم، مرحبا. فوالا بالنسبه لي يلاه بديت اللايف ديالي، غير خليكم معايا ان شاء الله، راه باقي ما بديت، غير بديت لكم اللايف ديالي بهذو ديال الراتكو وهاد السريتات، بما تدخلوا الناس ديك الساعه نجي لكم السلعه اللي وجدت لكم اليوم. فوالا بالنسبه لهاد السريتات البنات، عندي هذا الموديل كيجي على هذا الشكل، موديل رائع وزوين. هادو بالضبط الا بغيتو راه ندير معكم واحد الثمن اللي هو زوين، غير نتمنى تكون فوق قياس ديال شي وحده فيكم. اذا كانت فوق قياس راه نصوبوها لك ونبيعوها لك بالثمن اللي هو زوين ورائع. فوالا بالنسبه لعندي هذه كذلك، هذه منقوشه،
هذه فيها شي اكثر من 7 عندي جوج فوالا هذه فيها شي 8 فيها 8 ديال الدماج هذه فيها 8 ديال الدماج ديال السوار هذه 8 مي بغيتي 7 بغيتي 3 بغيتي 4 راه ماشي مشكل هذا دير اللي بغيتي وكتبقى هذه راه هذه ما كتديموضاش هذه السامبل مفتوح راه موجوده عافاك عافاك سنسلاش موجودين موجودين اخذت معايا مرحبا ثمن عافاك سلام اخي واش كتصيفطوا لامريكا لا كنصيفطوا الصراحه غير في المغرب صح خارج المغرب ما كنصيفطش مي عندي شي عائله هنايا في المغرب ولا شي حاجه راه الطريقه الخاصه هما يصيفطوا لي شي امانه كثير عندي عايش في المدينه كيف كنزار بالنسبه لهنا كنتوجدوا في مدينه سطات ولا بالنسبه لهنا كنتوجدوا في مدينه سطات وبالضبط مجوهرات اميره اللي كدير ذهب فقط وكدير توصيل فابور فين ما كنتي توصل في الامانه حتى لعندي السلام ام اميره مرحبا عليكم السلام مرحبا براسلي كلو الثمن اصيل بالنسبه للبراسلي ديال الكلو عندي بزاف الموديلات كاين رقاق كاين خفاف كاين شي حاجه صحيحه كاين عندي صداع في المحل ياك مرحبا ماشي مشكل واش غنقول لك المحل عام في الشارع فوالا بالنسبه لهاد السريفات هاد الناس كيجيب لها الشكل يوسف فوالا بالنسبه لهاد براسليات البنات السريفات ديال الثلاثه اللي جبت لكم اليوم كيجيو على الشكل كاين هذا الموديل اللي كيجي على الشكل كاين هذا المنقوش كيجي على الشكل وعندي هذا ديال السامبل مكتوب هادو راه موجودين عندنا في المحل اي حاجه بغيتيهم راه ماشي مشكل سلام شحال السنسله بورميت ديال العمق اختي فاطمه الزهراء السنسله ديال العمق صراحه عندي بزاف الموديلات تواصلي معنا في الخاص ما عرفتش شحال غي زعما البيجي ديالك في الفلوس ديك الساعه نشوف لك السنسله اللي غتجي شحال غرام الراتب بالنسبه لهادو ديال راه كل اللي دوز لكم 620 درهم هادو 620 درهم غيجي لهم الثمن شويه غالي ولكن فيها دوفاز فيها منقوشه وفيها السامبل بغينا شي حاجه موديرن مرحبا اختي فاطمه الزهراء انا دابا غنبدا لكم اللايف ديالي بشي حاجه موديرن نبدا لكم بالبراسليات بسم الله ما شاء الله فوالا البنات هاد البراسليات ناوي اقبال كبير الحمد لله وبعنا منهم بزاف داكشي علاش جبناهم وعاودنا جبنا فيهم موديلات اللي هما واعر كما كتشوفوا معايا البنات هادو راه كاملين هذا مثلا وهذا راه براسلي واحد كيجي على شكل فوالا باش نوريكم عن قرب فوالا 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 بحال هاد الموديلات اللي كتشوفوا معايا هادي راه براسلي واحد هادو راه الاثمنه ديالهم راه اثمنه مناسبه للبنات جيهان السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شحال السريكلات والله اختي سوسو اين وحده فيهم عندي ثلاثه هنا خاصني نعبر ونقول لك الثمن ديالهم فوالا بالنسبة لهاد البراسليات البنات كيجيو على الشكل الموديل ديالهم رائع زوين كاينين هادو اللي كيجيو السامبل من هنايا وفيه الكلو عندي هاد تيفاني بالكلو عندي هاد الكلاش بالكلو هادو كاملين البنات راه الثمن ديالهم جد مناسب نحاول نقول لكم الأثمنة ديالهم باش تعرف اشنو كان هادو 8500 درهم هادو 8500 درهم 8500 درهم هادو راه ما غاليين هادو راه جوج براسليات براسلي واحد ولكن راه البنات راه يستاهلوا الثمن وحتى صحاح راه كتعرفوا ملي تكون شي حاجه صحيحه راه كنقول لكم شي حاجه صحيحه فوالا بالنسبه لهذا 7500 درهم هذا 7500 درهم فوالا 7500 درهم السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا غير زعموا سعتهم ما تندموش عليها شكرا بزاف اختي حبيبه شكرا بزاف ديال على التعليق ديالك الرائع شكرا بزاف الحمد لله راه كاينين الناس كيتخدعوا علينا الصراحه داك الشيء اللي كنبيعوا ماشي زعما غنشكر براسي وغنشكر في فيديو تقي ديالنا ولكن شي حاجه تطوق البنات كاين خدمه معقوله وكاين طريق فوالا بالنسبه لهذا البنات ديال الكلو وفي الكلاش هذا 7500 درهم هذا 150000 ريال هذا 7500 درهم موديل ديالو رائع زوين السنسلات رقاق شحال اختي سميه بالنسبه لهذوك السنسلات رقاق كيبداو ب 750 درهم 800 درهم 900 درهم على حساب كل وحده الثمن ديالها مي صراحه ما وشكمش حدايا مي الا بقيتي معايا في اللايف ونسالي هاد الساعه اللي وجدت حدايا راه ندوزهم لك ان شاء الله فوالا بالنسبه لهاد البراسليات البنات هادو راه كيبداو من 7500 درهم 8000 درهم على حساب القياس ديال كل وحده فيكم القياس راه كتلعب دور كل وحده وشنو الطاي ديالها غير بالنسبه اللي غنصحكم في هادو راه هادو صحاح وزوين هادو راه موديل ديالهم زوين فيهم ازبيروس فيهم كلاش فيهم تيفاني فيهم موديلات زعما مختلفين وشي حاجه زوين اكادير ب 150 درهم اختي فاطمه لقيتيه ب 150 درهم الله يسخر لك كنت غير يكون ذهب
ومي من بعد غير ما يتبدل. هما دابا حاليا ما كاينش 450 درهم، الا كان 450 في اكادير هنا 620 درهم. اش غنقول هنا على ما استفهام كبيره نحطوها تما. فوالا بالنسبه لهذا البراسلي سلسله راكو اقل وحده شحال ثمن اقل وحده عندي هنا يكون 16 هنا شفنا لا بدا 160 كيمينا، بالنسبه لنا راه كل 160 كاين 150 على حساب كل وحده والغرامات ديالها. فوالا بالنسبه للبراسليات كنكمل معاكم في البراسليات، عندي لكم هاد البراسلي ديال جافوار كيجي على شكل مشبك، الموديل ديالهم رائع وزوين كيجي على شكل فوالا. الموديل ديالها رائع وزوين، شوفوا معايا البنات شوفوا معايا البنات هاد البراسلي ديال جاكوار رائع وزوين. هذا راه حتى الا بغيتو اونسومبل ديالو كامل راه كاين موجود وديسبونيبل عندنا عن مجوهرات اميره. فوالا بالنسبه لهذا 9000 درهم، هذا 9000 درهم اللي هي 180000 ريال، براسلي عاطي العين شي حاجه طوب البنات اللي ما كتعرفوا علينا. شوفوا معايا البنات هذا 9000 درهم شي حاجه طوب. عندي كذلك هاد البراسلي اللي هذا حتى هو فوالا بالنسبه لهذا حتى هو راه موديل ديالو رائع وزوين. شوفوا معايا البنات الموديل ديالو حتى هو راه زوين وصحيح. شوفوا معايا البنات راه ما كيبومبيش، راه كنحاول نورك ولكن راه كيبومبي ما والو صحيح. هادو خدمه ديال ريزين شي حاجه طوب البنات. ولا بالنسبه لهذا هذا شويه زايد في الثمن ولكن راه يستاهل، شي حاجه صحيحه ما كتبومبيش. هذا 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال، هذا 1,030,000 ريال. الهدف ديالنا من اللايف هو ان حيت في اللايف ما نقدرش نقول لك كلشي، الهدف ديالنا من اللايف غير باش نوريك السلعه وتعرفوا نتوما على من كتشري وتعرفوا على من زعما كتاخذوا السلعه ديالكم. داكشي علاش كنديروا لكم اللايف، حيت اللايف ما يمكنش نرضي كلشي حيت كيكون التعليق بزاف وكل واحد شنو كيبغي. غير اللايف الا بغيتوا شي حاجه تواصلوا معنا في الخاصه على انستغرام ولا فيسبوك ومرحبا بكم. فوالا بالنسبه لهذا البراسلي هذا 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال، ولكن البنات راه البراسلي رائع وزوين. وعندي كذلك هذا البراسلي ديال كلاش، هذا راه كبير راه ماشي دوك الصغيورين، هذا راه فيه جوج براسليات في براسلي واحد. هذا راه تبارك الله ما شاء الله كبير وصحيح. شوفوا معايا البنات طوب، هذا راه براسلي واحد بارك خير ديك ما تلبسي جوج ولا ثلاثة. هذا راه كيجي عامر وعاطي العين، الثمن ديالو هذا 10500 درهم، هذا 1,010,000 ريال اللي هي 1050 اورو البنات. فوالا 1,010,000 ريال، الموديل ديالو رائع وزوين، هذا ديال كلاش اللي فيه جوج. وعندي كذلك هذا الموديل سامبل، كاين الناس اللي كيبغوا براسليات ما يكون فيه حس ديال الحجر، عندي لكم هذا الموديل كيجي على هذا الشكل. شوفوا معايا البنات براسلي واحد، شوفوا معايا البنات الموديل ديالو رائع كيحمى شي حاجه صعب شي حاجه طوب البنات. بالنسبه للثمن ديال هذا غيكون شويه زايد ولكن راه عاد يستاهل. هذا 14500 درهم، هذا 14500 درهم، هذا 14500 درهم اللي هي 1,090,000، هذا 1,090,000. حاولوا حشومة جاوبني اختي ماجدة، والله ما شفت ميساجات حيت عندي ميساجات بزاف داكشي علاش ما قريت الميساج ديالها. نحاول نرجع الى شوف الميساج ولكن كاين بزاف ميساجات، غير حاولي لونسي لي ميساج الى قريتو راه نجاوبك ان شاء الله. ولا بالنسبه لهذا 14500 درهم اللي هي 1,090,000 ريال، 1,450 اورو. كنحاول نقول الثمن بالاورو بس الناس اللي مقيمه في الخارج باش حتى هما يعرفوا الثمن. وواحد السلام واحد السلام هنا من مجوهره الاميره الجاليه اللي مقيمه في الخارج، راه ان شاء الله ما بقى والو ان شاء الله تجيو عندنا ان شاء الله، راه ابواب ديال مجوهره الاميره مفتوحه لكم كاملين وراه محلكم هذا. فوالا بالنسبه لهذا البراسلي كيجي على هذا الشكل سامبل ما فيه حس ديال الحجر، الثمن ديالو 14500 درهم اللي هي 1,090,000 ريال. هادشي اللي جبت لكم في البراسليات ديال اليوم. ندوز لكم لي غورميت، التحفه الرائعه البنات. شوفوا معايا هاد غورميت ديال تيفان ديال فضيله، شوفوا معايا البنات هذه راه فروزه كتجي على الشكل، المونتير ديالها رائع وزوين. شوفوا التحفه هذه، حاولوا ديروا ليها سكرين، هذو راه فيها الخاتم فيها الحويقات فيها الكوري، الموديل اللي بغيتو فيه راه موجود، راه الموديل ديالهم رائع وزوين. بالنسبه للثمن ديال هاد الغورميت البنات
هذه 31500 اللي هي 3,030,000 درهم. هذه 31500 درهم اللي هي 3,030,000 ريال. الموديل ديالها رائع. انصوم تاع البنات الصغار كاينين موجودين ولكن ما وجدهمش هنايا. ما غير خليك معايا ان شاء الله ولا توصلي معنا في الخاص. ومنها خاتم الجاكوار كبيره اختي رشيده كاين موجود عندي كبير كاع شي حاجه كبير شي 7500 درهم وواحد المتوسط كيدير شي 4000 درهم موجود من عندي. ولا بالنسبه لهذا البنات هاد التحفه هاد الكورميت ديال فضيله تجعلها الشكل الثمن ديالها 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال. وعندي كذلك هذا الموديل اللي كيجي على شكل هذه ديال راكو. شوفوا معايا البنات الكورمي ديال راكو كيجي على شكل هذه فيها تجيرات ولكن البنات راه تجيرات بيان سيغ كيما كيفهموا والو. هذه الثمن ديالها 10,500 درهم اللي هي 1,010,000 ريال. 10,500 درهم. والناس اللي بغاو السامبل ديالها راه عندي جوج موديلات عندي في السامبل كما كتشوفوا معايا. الا بغيتيها في السامبل راه عندي هذا الموديل عندي فيها تجيرات كما كيبغيو ضروري يشوف التجيرات عندي هذا الموديل. هادو راه الثمن راه بحال بحال 10,500 درهم. شوفوا الموديل اللي بغيتو راه ما عندناش مشكل فوالا هادو راه موجودين وديسبونيبل عندنا في المحل. وعندي كذلك هذا الموديل ديال ميسيكا البنات هذا الموديل حتى هو ديال ميسيكا كيجي على هذا الشكل موديل رائع وزوين. شوفوا معايا البنات وهذا فيه ليزانوت دير تنقصي كما بغيتي على حسب كل وحده وقيله ديال يديها ولا هذا في السنينات راه كيمشي ويجي ولكن ماشي حاجه صح تكون عمل. هادو هادي الشركه شي حاجه طوب البنات الثمن ديال هادي هادي 11000 درهم. هادي 120000 ريال ولكن البنات راه تستاهل. هادي 120000 ريال ولكن راه في اللايف قدرت بان لكم كبيره بزاف ولكن راه هي ما كبيرش بزاف ولكن شي حاجه طوب طوب كما العاده. عندي كذلك هذا الموديل كيجي على شكل في الحجيرات هنا ولكن هذه الحجيرات البنات راه مسيرتين. هذا الكورميت كيجي على شكل السداده ما شاء الله كبيره. شوفوا معايا البنات كيف غتجي في يدي كيجي على شكل عافيه العين شي حاجه طوب. فوالا بالنسبه للثمن ديالها الثمن ديالها تجي على هذا الشكل 18.8 هادي 14 درهم. هادي 1,800,000 اللايف ديال اليوم راه فيه بزاف ديال لي غورميت والبراسليات وهي شي حاجة ثقيلة. جبت لكم اليوم براسليات وداكشي الخفيف حاولت نطلع شوية النيفو باش داكشي اللي كندوز يكون مزيان. فوالا بالنسبة لهذا 14000 درهم اللي هي 1,080,000 ريال 1400 اورو اللي هي 14000 درهم. هذا 14000 درهم اللي هي 1,080,000. وعندي كذلك هذا الكورميت ديال رويال. هذا الموديل ديال رويال الصراحة نال واحد الإقبال اللي هو كبير الحمد لله بعنا فيه بزاف. هذا الكورميت ديال رويال كاين كورميت كاين كولي كاين حويلقات كاين أنصوم كامل. هذو راه ما شاء الله تباع مزيان نالوا الإقبال. فوالا بالنسبة لهذه الثمن ديالها خليكم معايا باش تسمحوا لي هذه 8500 درهم. هذه 170000 ريال. هذه 170000 ريال اللي هي 850 اورو. هذه 8500 درهم اللي هي 170 اورو. فوالا بالنسبه لهذه 8500 درهم 850 اورو عفوا. فوالا كتجي على شكل موديل ديالها رائع وزوين وما فيها حجر لا والو كتجي شي حاجه سام. وبالنسبه للسنيسلات فوالا بالنسبه لهاد السنيسلات نبدا لكم السنيسلات. عندي كذلك هاد السنيسله ديال كارتي كتجي على هاد الشكل السنيسله كارتي في البرونز اللي راه كاينه في الصفر. عندي جوج موديلات صراحه عندي وحده في الصفر وعندي وحده في البرونز كيجيو على هاد الشكل. هادي راه 5200 درهم البنات. شوفوا معايا البنات هادي راه برونز هادي راه ما كتبدلش ليها اللون ديالها مثلا ولا شي حاجه راه هادي برونز لوريجين. فوالا الا بغيتيها في الصفر حتى هي راه موجوده. هذه الثمن ديالها 5200 درهم اللي هي 104000 ريال 520 اورو. وبالنسبه للناس عشاق ديال لويز عندي لكم هذا السلسله ديال لويز كتجي على هذا الشكل. فوالا بالنسبه لهاد السلسله ديال لويز على شكل ديال الشميشه كتجي على هذا الشكل. الموديل ديالها رائع خويا عفاك الشوكه روزاس اختي ياسمين. بالنسبه روزاس صراحه ما عنديش دابا حاليا مي راه عندي في المحل غير ما وجدهمش بزاف. دوزي ان شاء الله البريفيو على انستغرام ولا فيسبوك ديك الساعه نوريك الموديلات اللي عندنا في روزاس في لي شوب اللي عندنا.
فوالا. بالنسبه لهذه البنات موديل ديال لويزا كيجي على الشكل الشكل السنيسه فيها لويزا السنسله 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 البنات كيجيو لاصقين في البوندونتي ما تكون السنسله بوحديتها وكيكون السنسله بوحديتها كتكون السنسله لاصقه في البوندونتي. بالنسبه للثمن ديال هذه 9500 درهم هذه 190 الف ريال 950 اورو كيجي على الشكل فوالا هذه 950 اورو موديل رائع وزوين نتمنى تعجبكم هذا الموديل وهذا الموديل راه فيه بزاف بنزل ديال الموديلات وما تنساوش البنات هذا اللي راه عندنا ديسپونيبل عندنا في المحل هادو راه ممكن دوفاس تلبسيهم من قوشين ومن هاد تلبسيها فاس هادو راه كاينين سوا تقاي سوا رفاف هادو راه ديسپونيبل عندنا شوفوا معايا البنات كيجيو بها الشكل موديل رائع وزوين هادو الناس اللي كيبغيو شي حاجه ثقيله 40 غرام 30 غرام 20 غرام انا عندي هادو الا بغى شي حاجه 8000 درهم 9000 درهم حتى 10000 درهم راه عندي هادو كما قلت لكم راه هادو خدمناهم دوفاس تلبسيها سامبل وتلبسيها مفوشه. وبالنسبه للسراتل هادو هما ثلاثه السراتل اللي جبت لكم في اللايف ديالي ديال اليوم عندي هادي ديال سامبل ديال المفوشه وعندي هادي اللي حتى هو كيجي على الشكل فوالا. بالنسبه السنسلات نكمل لكم السنسلات عندي هاد السنسله ديال فانتليف شوفوا معايا البنات خمسه ديال لي بوندونتي ديال فانتليف اللي هما صحاح ومدوبلين ماشي وحده كتكون هنا فانتليف وحده اللوطي في الخاويه هادو كيكونوا مدوبلين وقاصين السنسله حتى هي ديال شوبار شي حاجه طوب ديال طوب البنات. بالنسبه للثمن ديال هادي الثمن ديالها هادي 11500 هادي مليون و 30000 درهم قبول بزاف الثمن ولكن راه ثقيله هادي راه ثقيله صحيحه اللي هي 11500 درهم اللي هي مليون و 30150 اورو حاولوا ديروا سكرين ومرحبا هادو هادي موديل ديالها رائع وزوين هادي شوفوا معايا البنات موديل رائع وزوين وعندي كذلك هذا الموديل كيجي على هذا الشكل موديل حتى هو زوين ورائع شوفوا معايا البنات الناس اللي ما كتبغيش لويز ولا شي حاجه كتبغي شي موديل شي بوندونتي كيكون مغاير مع داكشي اللي كيكون دابا في السوق عندي لكم هذا الموديل هذا رائع زوين كيجي على شكل كاري موديل رائع زوين الثمن ديالها ثمن جد مناسب اللي هي 11000 هذه مليون و 20000 ريال 1000 مليون و 20 اللي هي 11000 درهم موديل رائع وزوين شوفوا معايا البنات السلسله لاصقه في البوندونتي كيجي على الشكل ورينا راه تكون شحال الغرام ورينا راه تكون شحال الغرام بالنسبه لي راه تكون دابا اللي كنوريكم 620 درهم 620 درهم اللي هي 12400 ولكن راه دوفاس هذه راه كتلبس من قوشه وفي نفس الوقت تلبسيها سامبل لا الا مليتي من سامبل دير من قوشه مليتي من قوشه ديري سامبل مرحبا فوالا. بالنسبه هاد السلسله حتى هي كذلك ديال تيفاني كتجي على شكل سامبل السلسله عندي السلسله اللي كتكون في جيره هنايا في جيره هنايا كتكون سامبل كامل هيا سمحوا لي هيا هادي فوالا كاينه هادي فيها غير هاد الجوجات هما اللي فيهم الحجير اما الباقي كامل كيجي تيفاني سامبل كيجي علاش شوفوا معايا البنات شي حاجه طوب كيما كتعرفوا على مجرد التاميره ديما جديد ديما حاجه ديما حاجه زوينه وثمن زوين هذا هو جاي ولا فات هذه 14500 درهم اللي هي مليون و90 الف هذه مليون و90 الف اللي هي 14500 درهم 1450 اورو فوالا هذه 1450 اورو موديل رائع وجميل حتى الناس اللي كيبغيو شي حاجه سامبل رسيكم هذا عندي هذا الموديل اللي هي 14500 درهم مليون و90 بالنسبه لهذا الموديل سامبل راه هو راه موجود هذه 8500 درهم هذه 8500 درهم فين شيماء في خديجه موجوده شيماء ان شاء الله دابا ندير لكم شي لاف تاعي بالنسبه لهذه 8500 درهم هي هذه السامبل وعندي هذا الموديل اللي هو 14500 درهم اللي هي مليون و90 الف ريال فوالا والناس ديال اللي كيبغيو شي حاجه بلديه حتى هما ما نسيناهمش عندي لكم هذا الموديل اللي كيجي على الشكل فوالا هذا الموديل اللي كيجي على الشكل فوالا هذا الموديل نحاول نلبسها لكم شوفوا البنات موديل رائع وزوين فوالا هذه 10000 درهم البنات سلسله بوندونتي دوبل اللي على الشكل كيف شوفوا معايا في الصوره
نجي عليها الشكل شي حاجه كبيره السلسله حتى هي طويله. بالنسبه للدم ديالها 10000 درهم اللي هي اليمين 1000 طوره بلاك بون بونتي ما في لحظه حتى هو. وعندي كذلك هذا الموديل اللي هو عندي اوفر اللي دايره في الانطي وكاين الموديل حتى هو اللي كيدير لها الشكل. هادي شويه ثقيله هادي 13 درهم هادي مليون و 600 فلوس. نحاول نسجلها باش نكون مزيان. هادي 13 درهم هادي مليون و 60 الف ريال. فوالا هادي مليون و 60 الف ريال اللي هي 13 درهم موديل بوحديتها. الا بغيتيو غير بوندونتي بوحديتو راه ماشي مشكل يتباع غير هذا. هذا ما مضوبلش هادي اللي وريتكم هذا هذا مضوبل. فوالا باش تعرفوا الفرق هذا راه مضوبل هذا ما مضوبلش. حاولوا ديروا السكرين الموديل اللي بغيتو وتواصلوا معنا في الخاص ديك الساعة نعبروا لكم التعليقات بوحديتها السلسله بوحديتها اللي بغيت ماشي مشكل. حيت في اللايف ما كيستناش ليا نعبر كلشي راك عارف في اللايف في ساعة المكانة خاصك تساليه. فوالا بالنسبة لخويت مات ندير لكم لخويت مات عندي الخاتم تيجي عليه شكل. فوالا هذا راه ما شاء الله في خاتم خاتم واحد ولكن انا كنشوفو فيه ثلاثة الخويت. شوف الصف واحد الصف الثاني الصف ثلاثة موديل رائع زوين الموديل مضوبل بشحال. اختي سمية انا نشوفك انا نشوفك هادي 4000 خاتم 4700 درهم هذا 4700 درهم نحاول نحيد السلسلة باش نصبر لك البونزونتي بوحديته. بالنسبة للخاتم ديال هذا اللي وريتكم هذا 4700 درهم اللي هي 94 الف ريال هذا 94 الف ريال نحاول نجيب واحد الخلية انا. فوالا بالنسبة لهادي 7000 درهم اختي سمية. فوالا بالنسبة لها تعليقها 7000 درهم هادي 140 الف ريال لكن اختي سمية ثقيلة وشي حاجة صحيحة كتكون ديمور ولكن شي حاجة طوب جدا. نكمل في الخويت مات عندي هذا الموديل هذا 4700 درهم هي 94 الف ريال هذا خاتم واحد صحيح شي حاجة طوب فهمنا شي حاجة خاصة 4700 درهم. وعندي كذلك هذا الخاتم ديال الفضيلة اللي كنوريك الموديل ديالو هو هذا كنوريكم البورميت ديالو هو البورميت والخاتم هو هذا خاتم ديال هذا كاين فيه موجود. فوالا بالنسبة للثمن ديال هذا الخاتم هذا 8500 درهم اللي هي 170 ألف ريال هذا 170 ألف ريال خاتم ديال الفضيلة كيجي على الشكل شي حاجة طوب. وبالنسبة للأخت اللي طلبتني على الجاكوار راه كاين عندي هنا هذا 7500 درهم مش باقي في الوقت اللي مشات مي راه الخاتم ديال الجاكوار الكبير كيجي عليها الشكل الموديل ديالو كيجي عليها الشكل الثمن ديالو 7500 درهم اللي هي 150 الف ريال. وعندي كذلك هاد الخويت مات اللي كيجي عليها الشكل. فوالا بالنسبه لهاد الخويت مات هاد البنات شوفوا معايا الربعه ديال الخويت مات كيجي عليها الشكل هادي راه روزا حره الجيره تاعي حره. عندي هاد الموديل حتى هو في الاحمر كيجي عليها الشكل. عندي حتى هو هاد الموديل في روزا كاري كيجي عليها الشكل. وعندي كذلك هذا الموديل اللي كيجي مشبك وفيه جزيره في الكحل في الكحل الموديل ديالهم رائع جدا. هادو راه كيحتاج الثمن حتى بالقياس. مي الا بغيتي شي حاجه راه ماشي مشكل نصور معاكم ونحاول ديروا سكريت ولا هادو راه كيحتاجوا على حساب كل واحد الثمن ديالها. موديلات راه كيجيو رائع جدا هادو راه خاص ديال الدور شي حاجه ديال المناسبات شانيل الكوسين شي حاجه ديجا شانيل فاش في براسلي ولا في سميتلات 12 ديك الساعة تواصل معايا في الخاص ونوري لختي ماشي مشكل. وبالنسبة للكلو خاتم ديال الكلو سامبل ما فيه لا حجر لا والو حتى هو ديسبونيبل وموجود رائع زوين البنات. هذا الخاتم كيجي على شكل موديل ديالو رائع زوين هذا 4500 درهم اللي هي 170 الف ريال هذا 4500 درهم اللي هي 170 الف ريال. شكرا بزاف اختي خديجه سمحي لي بزاف الله يحفظك الله يكبر بك. فوالا بالنسبه لهاد الخويت مات السامبل لكم هاد جوج موديلات عندي هاد الموديل في ثلاثه لوينات في البرونز والصفر والبيض. وعندي هاد الموديل حتى هو كيجي على شكل سامبل شي حاجه غادي فيها غير ممكن تعيش ولا شي حاجه ما تنقيهاش بزاف شي حاجه ثانيه صحيحه شي حاجه طوب شي حاجه رائعه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير صراحه سالت ديالي
ما عليا غير تصاوبوا ليكم راه مجاوره الكاميرا كنحبكم كنقول لكم الشغل ديالها راه في حالكم كاملين. الهدف ديالنا من لي لايف ماشي هو نوريكم السلعه ولا شي حاجه، الهدف ديالنا هو لي لايف هو نعرفوا العمل كيف تعملوا في لايف. مرحبا بكم، نتمنى نتلاقى في لايف جديد ان شاء الله. لايف ثاني يكون ما فيش غير فيزات وشي حاجه اللي يكون ان شاء الله. عافاكم الصوم ديال ديك ليبرا 7 غرام شحال ما عنديش بعدا الصامل ديال ديك ليبرا فيه 7 غرام، اذا كان فيه 7 غرام راه كندوي على موديل اللي هو صغير وشي حاجه ما كبيرش. فوالا بالنسبة للثمن ديالو 4900 درهم 5000 درهم على حسب. سلم على شي مبلا اختي خديجة، السلام ديالك ان شاء الله غنوصلو ان شاء الله لشيما. ومرحبا باك كلاش موجود اختي، لي باك ديال كلاش موجودين كيبداو من 2000 درهم، ولكن راه الصراحة ساليت لايف ديالي. نتمناو تكونوا بخير وعلى خير، اعانكم الله وشكرا بزاف.